ويكتب الله خيرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم. ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. فسلم الأمر للرحمن وارض به، هو البصير بحال العبد من ألم. لمين بغينا ندير فيه غدا؟ سير الجيل ماشي الكريجي راه مكابر. مش عارف ما عندكش الماتور؟ لا ما يعيطني زوين. ها؟ ما يجاوبكش. ما كنتش واحد اخر هذا ما عندهم. ها؟ خطاك هو اللي ينقال التير. ياه.